خلينا نقول. نعم صحيح. طيب يمكن عندك صداقات كثيرة من خلال الوسط الفني، أو أقربهم قد نقول إن المخرج والفنان محمد الحداد بو آدم. بابا عادي، بابا عادي. نمسيك بالخير بو آدم، حياك الله معنا. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا. يعطيكم أول شيء مبروك مياكم. يطول لي عمرك ويبارك بحياتك. أهلا فيك، حياك الله. وعلى هذا البشوش اللي عندكم. نبي الكواليس الحين. احمد مو بس صديق وسط، احمد يا لا والله احمد شنو بالنسبه لي، بعيدا انه احمد النجار وانا محمد الحداد احنا بعده واحده. احمد انسان تبارك الله، عسى الله يزيده حب الناس. احمد شو تسوي انت؟ مسوي خرزة ابو ادم. نبي احمد، نبي احمد برا الفن، يعني احمد صديق الرفيج، شنو كواليسه معاكم؟ شنو طينته؟ تصبح على خير، تصبح على خير. احمد ينام مبكر، يقوم مبكر، اكيد العكس طبعا. احمد شخصية مختلفة جدا عن التلفزيون، حاله حال اي فنان ثاني، بس احمد وايد هذا الرفيج القديم، ذاك الولد اللي شايل ورده. قديم يعني، احمد من الناس اللي اقعد وياهم يشابهني، مشابهني شكليا، فكريا، تعرفينه من سنين يعني. دائما انا اقول اللي اقعد وياهم وتحوشنا هذه الهاله مع بعض اقول يشابهني. فاحمد من هذول الناس القله، وبالذات بالوسط القله اللي تقعدين وياه وتحسين انه يشابك افكاره مثل افكارك، بعيدا عن المجاملات يعني. الله يعزك، الله يعزك. انا ما اجامل احمد، علاقتي فيه جدا عميقه يكثر حبي. وايد يزف وايد يخوف وما يجامل. الحين اباخذ منك عيل احمد، يعني صداقتك فيه، اذا في عندك سؤال تبي تساله اياه. لا ما اخاف منه، لا بيني بينه اخاف منه صدق. عيل خلينا نشوف ابو ادم اذا عنده سؤال لك. احمد سؤالي يلا. سم الله عدوك، ليش دخلت نفسك بغالب الفنان أو شخصية الولد الرومانسي، وهل تقدر تطلع من هذه الشخصية؟ هذا سؤالي. حلو. ومشكورين والله، يعطيك الصحة والعافية، ودزلي إجابتك لو سمحت. شو شو؟ دزلي إجابتك لو سمحت. إن شاء الله. تبي جاوبك الحين على الهواء؟ أبو آدم. يلا أوكي. يلا خلنا نسمع. اول شيء مو انا حطيت نفسي بهالقالب، يعني انا يوم كان طموحي قلت لكم انا عنتر، يعني انا كنت احب الاكشن واحب ال ما توقعت اصلا ان انا اكون يعني بالدور الرومانسي هذا. اقدر اطلع منه يا ابو ادم، مشكور على السؤال، عاد هذا انتم تحكمون. احنا ان شاء الله انا عندي تجربه جديده علي ان شاء الله هالسنه حق رمضان. يا رب يا رب. ان شاء الله راح تكون مع عيال منصور ان شاء الله، طالع لكم دور غير على قولتهم الرومانسي على قولتك. ان شاء الله اقدر افت نفسي ان شاء الله باذن الله. باذن الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يخليك، مشكور. بعيدا عن المدح والله العظيم انا ما امدح، احمد نظيف وركز بهذه الكلمه، تم على هذه النظافه. الله يعزك. لان هذا الحب، لان الله يحبك فمحبب خلقه فيك. استمر، ما عليك زمر يا ابو ادم، على راسي على راسي. شكرا لك. الله يحفظك، مشكور. شكرا لك ابو ادم، شكرا لك على المداخله. ترى اول مره يكلمني بضرابه كذي، انا مش متوهج فيها. وردك انت بعد كان درب دبلوماسي. اخاف منه ترى صدق، مو غش مره. زين.